بسم الله على بركة الله. حاولوا في هذه الحصة هذه نتطرقوا لحل التمرين 42 صفحة 207 بالنسبة للكتاب المفيد مستوى الثالثة إعداد. شنو غندير في هذا التمرين؟ شنو مطلع عندنا في هذا التمثيل؟ واحد مستقيم ها هو تنشأ هنايا، متفقين؟ هذا المستقيم سمينو أب بحيث النقطة أ كتنتمي هنا لمحور الأفاصيل، والنقطة ب كتنتمي لمحور الأراتيب. وزيادة على هذا الشيء هذا قالوا أن المعادلة ديال المستقيم أب هي 3 إكس زائد 2 ناقص إيكغيك تساوي صفر. السؤال الأول طلبوا منا حدد، السؤال الأول حدد المعامل الموجه للمستقيم أب، للمستقيم أب. صافي، حدد المعامل الموجه للمستقيم أب. شنو غندير هنا؟ أول حاجة شنو عندي؟ لدينا يعني خصني لدينا أب المعادلة ديالو هي 3 إكس زائد 2 ناقص إيكغيك تساوي صفر. هذه خصني نكتبها على شكل معادلة مختصرة، يعني أن 3 إكس زائد 2 هاد إيكغيك غتولي هنا هي هاد ناقص إيكغيك هنا غتولي إيكغيك، يعني إذا شنو عندي؟ أب المعادلة ديالو هي إيكغيك يساوي 3 إكس زائد 2، ومنه في الراه الميل ديال المستقيم أب هو أو المعامل الموجه، ومنه المعامل الموجه للمستقيم أب هو هذا هو 3. صافي، هذا فيما يخص السؤال الأول. السؤال الثاني قالوا نحددوا إحداثيتي كل من أ و ب. حددوا الإحداثيات ديال أ و ب. دونك شنو عندنا مثلا؟ عندنا النقطة أملا أ تنتمي إلى محور الأفاصيل، بما أن أ تنتمي إلى محور الأفاصيل، أهي النقطة أ كتنتمي لمحور الأفاصيل، إذا الأرتوب ديالها شحال كيساوي؟ كيساوي صفر. فإن مثلا هذه النقطة A إذا كانوا عندها الإحداثيات ديالها هما إكس أ إيكغيك أ، فإن الأرتوب ديالها إيكغيك أ كيساوي صفر. هنا حددت إيكغيك أ، بقى لي إكس أ. وشنو عندنا؟ ولدينا شنو؟ أ فين كتنتمي؟ راه كتنتمي لمستقيم أ بي. هذه شنو معنتها؟ شنو معنت هذه الكتابة هذه؟ يعني إيكغيك أ إلا عوضنا بالإحداثيات ديالها كيحقوا لي معادلة المستقيم، يعني إيكغيك أ تساوي 3 إكس أ زائد 2. شحال هي إيكغيك أ؟ هي صفر تساوي 3 إكس أ زائد 2. وهنا كنولي كنحل معادلة المجهول فيها هو إكس أ. دونك غنكمل، دونك غتولي تجيني هنا ناقص، غتولي 2 غتجي لهنا غتولي هي ناقص 2. إذا ناقص 2 تساوي 3 إكس أ، يعني أن 3 إكس أ تساوي ناقص 2، ومنه إكس أ كتولي هي ناقص 2 على 3. يعني إذا إحداثيات ديال النقطة أ شنو هما؟ الأفصول ديالها هما ناقص 2 3، والأرتوب هو صفر. هذه فيما يخص النقطة أ. بالنسبة لبي، بما أن شنو عندي هنا؟ النقطة ب مالا الإحداثيات ديالها مثلا إكس ب إيكغيك ب، إكس ب إيكغيك ب
تنتمي إلى، عندنا النقطة ب هنا في المعطيات، ب تنتمي إلى محور الأراتيب، بما أن ب تنتمي إلى محور الأراتيب. ها هي من خلال الشكل النقطة ب هي كتنتمي لمحور الأراتيب، إذا الأفصول ديالها شحال هو؟ الأفصول ديالها هو صفر، فإن إكس أدا إكس ب عفوا كيساوي صفر. شنو عندنا عاود؟ ولدينا ب كتنتمي للمستقيم أب، يعني أن إيكغيك بي كيساوي تلاتة إكس بي زائد جوج، يعني إلا عوضنا هنا بالإحداثيات ديال نقطة بي كيحققو هنا المعادلة. إذا إيكغيك بي شحال هو إكس بي؟ هو صفر، دونك تلاتة في صفر زائد جوج، إذا إيكغيك بي هنايا كيساوي هي جوج، يعني إذا إحداثيات ديال النقطة ب، إحداثيات ديال النقطة ب هما صفر جوج، متفقين؟ سبعة، السؤال جاي من بعد، قالوا لنا هل ثالثا، هل نقطة سي للإحداثيات ديالها ناقص أربعة على خمسة ناقص واحد على جوج تنتمي إلى المستقيم أب؟ يعني باش تكون نقطة كتنتمي خصني ملي غنجي نعوض هنا بالإحداثيات ديال النقطة سي خصهم يحققوا لي المعادلة، صافي خصهم يحققوا لي المعادلة. إذا شنو عندي أنا المعادلة المستقيم ديالي؟ هي هذه، غنمشي نعوض، دونك لدينا غنمشي نعوض إكس مثلا، غنعوض هنا اكس بالافصول ديال النقطة سي، دونك لدينا ايكغيك كيساوي 3. شنو هو افصول النقطة سي؟ هو ناقص 4 على 5 ناقص 4 على 5 زائد اش زائد 2 على ما كنظن، ها هي زائد 2 صافي زائد 2. دونك هذه هي ناقص 12 على خمسة زائد جوج، غنوحدو هنا المقام، هذه هي ناقص 12 على خمسة، المقام الموحد هو خمسة، هاد جوج بحال راحنا قاسمين على واحد، زائد 10 على خمسة اللي هي كتساوي ناقص جوج على خمسة. شحال لقينا إيكغيك؟ إكغيك لقيناه كيساوي جوج على خمسة، وباش تكون كتنتمي خص الإحداثيات ديالها يحققو، ولكن شنو لقينا حنا ملي عوضنا بالأفصول ديالها؟ لقينا واحد إكغيك كيخالف الأرتوب ديال النقطة سي، وبما أن إكغيك كيخالف إكغيك سي، حيتاش أرتوب النقطة سي هو ناقص واحد على جوج، حنا ملي عوضنا بالأفصول ديال النقطة سي لقينا هنايا أرتوب مختلف، صافي؟ وبما أن إيكغيك كيخالف إيكغيك سي فإن سي لا تنتمي إلى المستقيم أب، صافي. السؤال الرابع، السؤال الرابع قال لك لتكون أش المسقط العمودي للنقطة أو على المستقيم أب، ها هي أش، هي المسقط العمودي للنقطة أو على للنقطة، النقطة أو هي أصل المعلم للنقطة أو على مستقيم أب. ألف، حدد المعامل الموجه للمستقيم أو أش، للمستقيم أو أش شنو غندير؟ خصني نحاول نترجم هاد القضية ديال المسقط العمودي. شنو عندي؟ لدينا اش المسقط العمودي للنقطة او على المستقيم اب. إلا كانت اش هي المسقط العمودي للنقطة او على اب، يعني شنو؟ يعني المستقيم او اش مع اب كي دايرين، يعني او اش راه عمودي
على أبي، متفقين؟ وبما أنهم متعامدين، يعني شنو؟ يعني الميل ديال المستقيم أو أش ولا المعامل الموجه مضروب في المعامل الموجه ديال المستقيم أبي كيساوي وناقص واحد. مزيان، كيساوي وناقص واحد. غنجيو هنا نحسبو. إذا هنا الميل ديال المستقيم أو أش غيساوي شنو؟ إذا كان الميل ديال أو أش في الميل ديال أبي كيساوي ناقص واحد، إذا الميل ديال أو أش غيساوي ناقص واحد على الميل ديال أبي، كيساوي ناقص واحد على الميل ولا المعامل الموجه ديال المستقيم أبي، هي ناقص واحد. والمعامل الموجه ديال المستقيم أبي سبق لينا حددناه، سبق لينا حددناه هو ثلاثة، دونك هي ناقص واحد على ثلاثة. هذه أول ألف. باء قالوا لنا بين أن معادلة ديال المستقيم أو أش هي إيكغاي كتساوي ناقص واحد على ثلاثة إكس. دونك شنو عندنا؟ لدينا أبعد المعادلة ديال المستقيم أو أش شحال هي؟ إيكغاي شحال هو الميل؟ هي ناقص واحد على ثلاثة إكس زائد واحد عدد بي. ولكن شنو؟ بما أن أو أش يمر من أصل المعلم، فإن بي كيساوي صفر. إذا تبقى لي المعادلة ديال المستقيم أو أش هي إيكغاي كيساوي ناقص واحد على ثلاثة إكس. صافي. إذا آخر سؤال تيقولوا لنا حدد إحداثيتي النقطة أش. شنو عندنا؟ لدينا نقطة أش راها كتنتمي للمستقيم أو أش، يعني أن الإحداثية ديالها كحق لهاد المعادلة إكغاك أش تساوي ناقص واحد على ثلاثة إكس أش. واش كنعرف؟ ولدينا أش راها كتنتمي للمستقيم أبي، حيت أش راه هي المسقط العمودي ديال النقطة أو على المستقيم أبي، ولدينا أش كتنتمي للمستقيم أبي. يعني شنو؟ يعني الإحداثية ديالها كيحق لي المعادلة. يعني هنا غنجي غنعوض غنقول، يعني هنا إكغاك أش تساوي ثلاثة إكس أش زائد جوج. هنا إكغاك أش تساوي ثلاثة إكس أش زائد جوج. دونك شنو عندي؟ إكغاك أش كتساوي واحد ثلاثة إكس أش، وإكغاك أش كتساوي ثلاثة إكس أش. صافي، متفقين؟ إذا من هاد النجمة و يعني من هادي وهادي شنو عندنا؟ نستنتج أن هادو متساويين، ثلاثة إكس أش زائد جوج تساوي ناقص واحد على ثلاثة إكس أش. متفقين؟ غنجيو نكملو هنايا. إذا شنو قلنا في آخر معادلة؟ قلنا بأن ثلاثة إكس أش زائد جوج تساوي ناقص واحد على ثلاثة إكس أش. إذا بحال كان حل معادلة من الدرجة الأولى المجهول فيها هو إكس أش، إذا ثلاثة إكس أش زائد واحد على ثلاثة إكس أش، المجاهيل في الطرف والمعلومين في الطرف، تساوي ناقص جوج. نوحدو هنا المقام الموحد هو ثلاثة، إذا هذه غتولي هي تسعود على ثلاثة إكس أش زائد واحد على ثلاثة إكس أش تساوي ناقص جوج. يعني إذا هذه هي عشرة على ثلاثة إكس أش تساوي ناقص جوج. إذا هنا إكس أش تساوي هي ناقص جوج في ثلاثة على عشرة إكس أش تساوي هي
غنختزلو هنا بواحد جوج، غتبقى لنا هنا هي ناقص 3 على 5، حيتاش 10 هي جوج 5، كنختزلو بالجوج وكتبقى لنا في المقام 5، الوسط كتبقى فيه 3. يعني اذا احنا حددنا اكس اش، مازال لينا ايغريك اش. اش كنعرف؟ اش كنعرف انا؟ ايغريك اش من السؤال اللي داز، ونعلم ان ايغريك اش تساوي ناقص 1 على 3 اكس اش، متفقين؟ اذا غنجي غنعوض هنايا، ايغريك اش تساوي هي ناقص 1 على 3 في اكس اش اللي هي ناقص 3 على 5. دونك عدد سالب في عدد سالب راه موجب، اذا كيعطينا هذا الشيء موجب، هي 1 على 3 في 3 على 5، كنختزلو ب 3 كتبقى لينا هي 1 على 5، ومنه الاحداثيات ديال النقطه اش هما ناقص 3 على 5، 1 على 5، ونهاية 8.